السلام عليكم ورحمة الله. هذه اللحظة الكئيبة من التاريخ اليمني المعاصر ستنقضي، لكن ثمة جروحا عميقة سيكون من الصعب على البعض تجاوز آثارها، سيما المناطق التي شهدت أبشع الانتهاكات وحشية وفظاعة. في قرية الدهيمية من حزم العدين مثلا، فجرت الميليشيا ثلث منازلها ليرتفع عدد البيوت المفجرة هناك إلى 15 منزلا من إجمالي 46 هو تعداد بيوت القرية الريفية التي كانت آمنة قبل اجتياح الميليشيا. ساعات مريعة عاشها سكان القرية كبارا وصغارا، رجالا ونساء، وانتهاكات شملت اقتحام البيوت وهتك أستارها واختطاف مدنيين عزل بينهم معاق ومريض نفسي وكبير سن، ناهيك عن السطو على بعض البيوت ونهبها، وفوق ذلك دمار مصدر ماء الشرب الوحيد في القرية. في حلقة اليوم نناقش مأساة الدهيمية كنموذج لمعاناة ضحايا تفجير المنازل، وكيف يعيشون لحظات الهلع والمعاناة، وما الأولويات الإغاثية التي يحتاجونها، وكذلك الدور الذي يفترض أن تقوم به الحكومة الشرعية والمنظمات الإغاثية للتخفيف من مأساتهم. في البداية أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر السكايب من الخرطوم الباحث الأكاديمي توفيق الجبري، وبالهاتف من إب الناشط الصحفي عبد الله ناصر، وسيكون معنا من محافظة مأرب نائب رئيس المركز الإعلامي لمقاومة إب رشاد الحميري، وستكون معنا أيضا الناشطة في المجال الإغاثي أماني حسان من محافظة إب. أهلا بضيوفي الكرام. قبل النقاش فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأكاديمي الأستاذ توفيق الجبري. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور، اهلا وسهلا اخي بشير. اهلا ومرحبا بك استاذ توفيق. في البدايه، لو وضعتنا بحجم المعاناه الذي يعيشه سكان محافظه إب، وعلى وجه التحديد مديريه حزم العدين، وما حصل في الدهيميه من تفجيرات اخيره. بدايه الشكر موصول لك ولقناه بلقيس على هذا البرنامج الرائع، والحقيقة التي يعرفها اليمنيين ويعرفها كثير من أبناء الشعب اليمني عما قامت به عصابة الإجرام الحوثية من تدمير للمنازل ومن اختطافات ومن قتل ومن تشريد ومن تنكيل للخصومهم السياسيين بشكل عام. لكن أخي الكريم، كان هناك رغبة في إذلال الخصم السياسي وانتهاك للحرمات، حرمات البيوت، فضلا عن نشر الرعب في قلوب كل من يفكر بمعارضة هذه الجماعة الإرهابية. وأنا قبل أن أتحدث عن معاناة محافظة إب، يجب أن يفهم أبناء الشعب اليمني وأن يعرف اليمنيون أن تفجير البيوت هي عادة وثقافة إمامية قديمة متجذرة في أنظمة الحكم الإمامية الرجعية المتخلفة. منذ أن وصل الهالك يحيى بن الحسين الرسي من طبرستان إيران ووصل إلى صعدة، وقام بتفجير قام بتدمير المنازل، منازل اليمنيين، وبهدم آبار الشرب وقتل اليمنيين. ثم جاء من بعده كل أئمة الهاشمية السياسية التي حكمت اليمن، والتي للأسف الشديد التاريخ ملي بالجرائم التي قامت بها الهاشمية السياسية من تدمير للبيوت وقتل اليمنيين وقتل الأطفال وقتل النساء. لم يتورعوا أبدا، هذه ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني. أما بالنسبة لمحافظة إب أخي الكريم، فالحقيقة أنه تم تدمير منازل كثير من المواطنين ابتداء من مديرية يريم، حينما أقدمت عصابات الإجرام الحوثية وبتعاون مع عصابات علي عبد الله صالح بتفجير منزل الشيخ علي مسعد بدير في مدينة يريم، رجل الخير وأبو الأيتام والمؤسس الفعلي لجمعية رعاية الأيتام، والتي كانت على يده أيضا الكثير من الحلول لقضايا الثأر في هذه المديرية.
دفع الثمن وتم تدمير كل ما يملك من المنازل، أكثر من 4 منازل ومنازل إخوانه أيضا، وتم تدمير المستشفى الذي أعده لعلاج الناس ولعلاج المستضعفين والضعفاء والفقراء. وبدأت هذه الميليشيا ابتداء من مديرية ريم إلى مديرية الرضمة، وقامت بتفجير كثير من البيوت من ضمنها بيت عبد الواحد الدعام، وبعد ذلك انتقلت إلى مديرية القفر وفجرت بيت حمود نعمان البرح، وحتى وصلت إلى المدينة وإلى بعدان وإلى إلى مديرية حزم العدين وإلى الشعاور وإلى الدهيمية، وقامت بتفجير البيوت. والحقيقة يا أخي أن تفجير هذه البيوت لم يراعوا الحرمات أبدا، ولم يرحموا الأطفال ولا النساء ولا المشايخ العزل. وأنا في هذه المناسبة أذكر أبناء الشعب اليمني بما قامت به ميليشيا الحوثي بتفجير منزل آل الحبيشي في مدينة صعدة، وبداخلها أكثر من 16 فرد من النساء والأطفال، مما أسفر عن قتل 14 شخص منها 5 نساء و7 أطفال. هذا بالنسبة لجرائم لا تعد ولا تحصى على مستوى الجمهورية. ولذلك أنا سأذكر تقارير إحصائية لما قامت به هذه الميليشيات في محافظة إب وفي عموم الجمهورية. نعم. من طيب أستاذ توفيق، هذا الانتقام وهذه لغة التفجير التي جاءت بها الميليشيا، برأيك كيف تفسرها التي يعني تنتقم من الضعفاء في قرى ريفية ربما حتى لا يعني يعيشون في ظروف نائية، لم يعرفوا لا كهرباء ولا مياه، ولا زالوا يعيشون ربما في عهد الإمامة التي كانت في الستينات ربما. حقد دفين تكن هذه الميليشيات الإرهابية لأبناء اليمن عموما، لا يفرقون بين صغير وكبير. هنا حقد دفين متجذر من القدم، من أيامة الهالك يحيى بن الحسين وعبد الله بن حمزة والإمام المنصور والإمام الهادي وغيره. هناك إرث من الأحقاد تجاه اليمنيين. ولذلك أنا أذكر لك يعني حادثة لعلها وجدت في كتب التاريخ وذكرها القاضي إسماعيل الأكوع، حينما أرسل أحد الأئمة من بني شرف الدين الإمام المطهر وأخذ رهائن من خولان الطيال أكثر من 80 طفل، وليسوا من الرجال الكبار وإنما من الأطفال، ولما وصلوا إليه أمر بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم على مداخل مدينة صنعاء، وقام بقتلهم بمجزرة بشعة نتنة. هذه يدل على أن هناك حقد تاريخي على اليمنيين، لأن اليمنيين هم من قاموا بفتح بلاد فارس، وهم من قاموا بنشر الحضارة الإسلامية، وهم من قاموا ضد حضارة فارس، ويعني نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فهناك حقد وإرث قديم تاريخي ما بين اليمنيين وما بين هذه العصابة الدخيلة على المجتمع اليمني، الذي نريد أن ننبه أن أغلب هذه العصابة قاداتها ليسوا يمنيين يا أخي، وإنما جاءوا من سجون إيران حينما جاء بهم يحيى بن الحسين، وهم مجموعة ممن حكموا ممن كان عليهم سوابق جنائية، وكون جيش وجاء به من إيران ودخل إلى صعدة وبدأ بقتل اليمنيين. فهذا إرث قديم وحقد على المجتمع اليمني، ويعني حقد نعم. قديم لا نستطيع أن نعم يعني أستاذ توفيق لكنك أستاذ توفيق الآن ربما أنت الآن تنفي عنهم أنهم ليسوا يمنيين وأن هذا الأعمال تتنافى مع كل القيم اليمنية، هذا ما تريد القول؟ يا أخي لدينا عادات وتقاليد اليمنيين، هناك عادات وشهامة ووفاء وكرم ونخوة وينصرون المظلوم، هذه هي ثقافة اليمنيين. أما الثقافة التي جاء بها هؤلاء الذي جاءوا من طبرستان إيران ومكثوا في اليمن مئات السنين، جاءوا بثقافة دخيلة يقتلون، لا 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 يتورعون عن قتل الأطفال، عن قتل النساء، عن قتل الناس الكبار. يعني ألا تلاحظ ما يفعلونه في مدينة تعز، كيف يضربون بالصواريخ وبالمدفعية ويزرعون الألغام في كل مكان، زرعوا ملايين الألغام على عدد سكان اليمن. هناك حقد تاريخي وإرث تاريخي، يريدون أن ينتقموا من اليمنيين، لأن اليمنيين هم من هزوا عروش طغيانهم. طيب طيب أستاذ توفيق، نعم نعم بائسة. نعم أستاذ توفيق اسمح لي أن أشرك، نعم اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث نائب رئيس المركز الإعلامي لمقاومة إب الأستاذ رشاد الحميري. مساء الخير سيد رشاد.
مساء النور. أهلا ومرحبا بك سيد رشاد. ربما السؤال الأهم الآن بالنسبة لكم، ما الذي فعلتموه للميليشيا حتى تنتقم منكم بهذه الصورة؟ يا أخي الكريم، هذه ميليشيات تحمل حقد دفين على أبناء الشعب اليمني، أرادت أن تفرض مشروعها الفارسي بقوة السلاح. في فجر يوم الخميس هذا في الأسبوع الماضي قامت حملة من قبل المسلحين الحوثي والعفاش باقتحام قرية الدعينية، قرية في حزرة الأسلوم مديرية الحزم، وفجرت 6 منازل. المنزل الأول تابع لعبد الله سعيد نعمان، والثاني عبد سعيد عبد السلمي، والثالث لعبد الله علي السلمي وفواز عبد المرشد السلمي، ومنزل عبد الله سعيد وردفان عبد سعيد. هذه 6 منازل فجرتها في يوم الخميس السابق من هذا الأسبوع، إضافة إلى 3 منازل سابقة قد قامت بتفجيرها في أيلول من العام الماضي. ميليشيات تحمل حقد دفين على أبناء الشعب اليمني. إجمالي المنازل المفجرة في محافظة إب منذ دخول الحوثيين في شهر 10 وحتى يومنا هذا 59 منزل. وإجمالي المنازل المفجرة في إب خلال 2016 فقط 14 منزل في 2016. إجمالي المنازل المفجرة في مديرية الحزم، الحزم فقط المديرية، أعتقد أنه انتقاما من الاسم، 15 منزل منذ احتلال الحوثيين للمحافظة. وتعتبر مديرية الحزم المديرية الأولى في عدد المنازل المفجرة في محافظة إب. أستاذ رشاد، فسر لنا يعني انتقام من الاسم كيف؟ ليش إن اسمها مديرية الحزم انتقاما للعاصفة التي قامت باسم الحزم؟ وماذا تمثل الحزم بالنسبة لهم يعني؟ الحزم انطلقت مديرية مقاومتها في شهر 8/2016 وأسقطنا أكثر من 10 مديريات وصولا إلى منطقة مشورة القريبة من محافظة إب. نعم. طيب أستاذ رشاد، بعض البعض يتساءل يعني إن كانت لديكم يعني إذا لم يكن لديكم القدرة مثلا لمواجهة الميليشيا وإمكاناتكم بسيطة، لماذا فتحتوا على أنفسكم النار في هذه المناطق والقرى النائية وجعلتم الميليشيا تصل إليكم وتفجر المنازل ويتضرر الكثير من البسطاء في هذه القرى؟ يا أخي الكريم، نحن قد انتقلنا من محافظة إب. محافظة إب الآن المقاومين عندها في جميع الجبهات، لا نقاوم في محافظة إب بسبب الإمكانيات، الإمكانيات ضعيفة في محافظة إب، وتركنا محافظة إب وانطلقنا إلى جبهة تعز وجبهة ميدي وجبهة مأرب وجبهة الجوف. أبناء إب مشاركين في كل الجبهات بسبب نقص الإمدادات على محافظة إب. نعم. الذين الآن الذين تضرروا في هذه القرى النائية أستاذ رشاد، ما الذي قدمتم لهم في أنتم كقيادة للمقاومة الشعبية وأيضا الحكومة الشرعية؟ نحن على تواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وإن شاء الله تعالى سنغيثهم في هذه الفترة. وقد تواصل الأخ المحافظ بالأخ وزير الإدارة المحلية رئيس مركز الإغاثة والأستاذ عبد الرغيف فتح، وإن شاء الله تعالى سيضعون لهم حلول في القريب العاجل. نعم. الأسر التي تم تفجير منازلها في هذه القرى، أين حطمهم المقاومة الآن؟ نعم أخي. الأسر التي فجروا منازلها في الدهيمية وفي حزم العدين والمناطق التي وصلت إليها الميليشيا حاليا، أين هم؟ إلى أين نزحوا؟ نزحوا إلى قرى مجاورة، يستضيفهم بعض الناس، يستضيفهم النساء والأطفال، أما شبابها أغلبهم قد انطلقوا هربوا في أماكن معينة مشردين في الجبال والوديان، لن يستضيفوا إلا النساء والأطفال. نعم. طيب أستاذ رشاد، أنت ربما الآن نائب رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في محافظة إب، الدور الذي من خلاله قمتم به كجانب إعلامي لتعرفوا للعالم وتنقلوا الصورة المأساوية التي تشهدها هذه المناطق، ما الذي عملتموه؟ ندعو المنظمات المحلية والدولية من خلال شاشاتكم، ندعو المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبتها إزاء هذه الجريمة، ونؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط للتقادم، وإن الشعب اليمني سيأخذ بحقه بكل الوسائل المتاحة أمامه. نعم. أستاذ رشاد، ربما أنت الآن تقدم دعوة أو طلب للمنظمات الإغاثية، لكن سؤالي فيما يخص الوسائل الإعلام وأنتم يعني أبناء هذه المحافظة، ما الذي قدمتموه حتى تنقلوا المأساة والجرائم التي ترتكبها الميليشيا في محافظة إب؟ نقلنا الكثير منها، ومنها نقلت دعوة استغاثة من أبناء ونساء منطقة الأسلوم، عزلة الأسلوم مديرية الحزم، للإخوة المسؤولين للنظر حول هذا، لأن قرية بأكملها فجرت 6 منازل أصبحت ركام. نعم.
طيب تكرم البقاء معنا الأستاذ رشاد وأيضا الأستاذ توفيق الجبري. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات عن جرائم الميليشيا في تفجير المنازل والمعاناة الإنسانية التي تخلفها هذه العمليات الإرهابية، ومن ثم نكمل النقاش. الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح سواء في منطقة الأسلوم مديرية حزم العدين، مديرية السفارة حزم العدين، أو عموم الجمهورية، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وهي من الجرائم ذات الخطر العام، يعاقب عليها القانون ومخالفة للقوانين المحلية والدولية. تستمر الميليشيات الانقلابية في عمليات تفجير المنازل وتهجير المواطنين، وهذه تعد جرائم حرب ضد الإنسان تستدعي تدخل عاجل من المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة تحديدا لإدانة هذا الأفعال وإيقاف هذه الميليشيات عند حدها ووضع حل لهذه الكارثة الفعلية التي حلت في عدد من المناطق بسبب تفجير المنازل وتهجير المواطن. قرية الدهيمية تعرضت لسلسلة من الجرائم التي مارستها ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين، ولا يزال خطر قائم. في اليوم الأول الخميس تمت مداهمة القرية وتشريد كافة سكانها، ثم قاموا بتفجير 5 منازل، كان هذا الخميس، وقاموا بنهب كافة محتويات وممتلكات المواطنين ومقتنياتهم البسيطة. وكذلك يوم الجمعة قاموا بتفجير 2 منزلين، وفي وقت سابق من العام الماضي تم اقتحام القرية نفسها وتم تفجير 2 منزلين كذلك، ليصبح عدد المنازل التي تم تفجيرها إلى الآن 9 منازل. 7 منازل فجرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، و2 منزلين تم تفجيرهما من قبل. وكذلك تم حملة اختطافات لأبناء قرية الدهيمية ولأبناء الأسلوم ومناطق كثيرة في الحزم، ويتعرضون إلى حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود هذه المرة إلى الخرطوم عبر السكايب مع الأكاديمي والباحث توفيق الجبري. أستاذ توفيق، هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا في هذه المناطق النائية، الآثار التي ستترتب في نفوس من عايشوا هذه الجرائم من النساء والأطفال وكبار السن مستقبلاً؟ الحقيقة أن هناك آثار، سواء آثار نفسية أو آثار اجتماعية. نعم. حينما هناك صدمة كبيرة جدا يتعرض لها أصحاب المنازل من الأطفال والنساء الذين لم يشاهدوا هذه المناظر التي قامت بها عصابة وجماعة الحوثي الإرهابية، ما تقوم به جماعة الحوثي ينعكس سلبا على نفوس الأطفال وعلى نفوس النساء، ويظنون أنهم يعني يريدون من الدولة أن تنتصر لهؤلاء وأن تنتصر لهم ولضعفهم ولما قامت به هذه الجماعة الإرهابية. فهناك آثار نفسية كبيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها ببرنامج من شدة ما يلاقوا هذا الأطفال. أنا سأضرب لك مثال وللمشاهدين الكرام، حينما أقدمت ميليشيات الحوثي بدخول مديرية يريم، ماذا صنعت؟ من الأعمال التي قامت بها بعد تفجير البيوت أو قبل تفجير البيوت هو قتل الطفل أسامة بدير، طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما، وقاموا بتفخيف يعني جثته من شان حينما يحاول أي شخص أن يأخذ هذه الجثة تنفجر به الجثة ويصاب الآخرون. انظر إلى مستوى عقليات هذه الميليشيات إلى أين وصلت، كيف ستكون نفسية أمه وأبوه وأهله والمجتمع الذي حوله الذي عرفوا أن هذه الجماعة لم ترعوي عن القيم وعن العادات وعن التقاليد لليمنيين، لكنها تجاوزت كل الأعراف وكل التقاليد وكل ما يملك المجتمع اليمني من صفات طيبة وكريمة. ولذلك أنا أناشد أي أخي بشير، أناشد كل العقلاء من أبناء المجتمع اليمني وخاصة من يتحدثون عن الوطنية
والذين يقولون عن الوطن والوطن وما إلى ذلك، وهم لا يعرفون في الحقيقة معنى الوطن والوطنية. أتعرفون معنى الوطن؟ الوطن هو عزتي، هو كرامتي، هو حريتي، هو أن أحصل على أدنى حقوقي من التعليم، من الصحة، أن أحصل على كامل حقوقي غير منقوصة. نعم. فكيف الآن في ظل هذه الظروف وأنا يفجر بيتي وينهب محتوياته ويسرقون كل ما جمعت بخلال سنوات عمري، وأشرد من بيتي ويتم أطفالي ويشرد أطفالي أيضا، ولا يعرفون أين يتجهون، أين يسكنون، أين ينامون، أين البيت الذي سيكون مأوى لهم مرة أخرى؟ آثار كبيرة الحقيقة، أنه يقطر القلب دما. أخي الكريم، اعطوني نموذج واحد بس لهذه الجماعة التي حكمت اليمن بخلال هذه السنوات، نموذج مشرف للحكم من خلال ما وضعوا المشرفين على مؤسسات الدولة وعلى الوزارات. نهبوا كل شيء، سرقوا كل شيء. نعم. حتى أحذية الأطفال لم تسلم منهم أخي الكريم. نعم أستاذ توفيق. نعم تكرم بالبقاء معي. أعود للأستاذ رشاد الحميرين، نائب رئيس المركز الإعلامي للمقاومة. أستاذ رشاد، هذه العمل التي تقوم بها الميليشيا من تفجير للمنازل وملاحقة منتسبي المقاومة الشعبية في محافظة إب، إلى أي مدى ستؤثر على صوت المقاومة في هذه المحافظة؟ هل سينتهي؟ أستاذ رشاد الحميري، إذا ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ رشاد الحميري. أعود لك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، أدوات الميليشيا، إذا تحدثنا عن أدوات الميليشيا التي هي من أبناء هذه المناطق، من أبناء محافظة إب، التي ربما تستخدمها الميليشيا في تنفيذ هذه الجرائم، ألا تخشى هذه الأدوات من أبناء هذه المناطق من ربما نسميها نقمة في المستقبل؟ والله أخي الكريم، يعني معروف في فرق ما بين الدولة وما بين الميليشيا. نعم. نحن أولا ندعو كل الأحرار من أبناء هذه المناطق، ندعوهم إلى أن يرجعوا عما اقترفوا من أعمال مع هذه الميليشيات القبيحة الإرهابية، وندعو كل العقلاء أن يرجعوا إلى عين الصواب، وأننا أبناء هذه المناطق أبقى لهم من هؤلاء العصابات الذي شوهت بأخلاقهم وشوهت بالمجتمع الذي نعيش فيه. هؤلاء إذا لم ينتهوا عما يقومون به من التعاون مع هذه الميليشيات، أو ما يقومون به من أعمال تخريبية ومن أعمال قتل وسلب ونهب، فإننا لا شك أولا لا بد أن نفعل قضية القانون، ولن يفلت أحدا من العقاب. وهناك مجموعة كبيرة من الشباب من أبناء المناطق خاصة في محافظة إب يقومون بتوثيق كل الجرائم التي تصدر عن هذه الميليشيات أو عن من تعاون معهم من أبناء المحافظة، يقومون بالتوثيق وبالرصد وبالأسماء، ونحن نعرفهم واحدا واحد، كل شخص في منطقته يعرف من تعاون مع هذه الميليشيات الإرهابية، وسيتم التعامل معهم وفق القانون، ولن يفلتوا من العقاب. ولذلك أنا أناشدهم وأنا أدعو كل الأحرار من أبناء المحافظة، من أبناء محافظة إب، كثير منهم التحقوا بالجبهات وقاتلوا. أنا من مديريتي أكثر من 189 شهيد في صفوف الجيش الوطني ارتوت دماؤهم الطاهرة بتراب هذا الوطن، فأنا أدعو الذين تعاونوا مع هذه الميليشيات، يكفي إلى الآن، يكفي تشريدا، يكفي تخريبا بأبناء منطقتك، بأبناء مجتمعك، يجب أن تعود إلى عين الصواب، يجب أن تعود إلى كل القيم الخيرة التي ترفض الظلم وترفض العبودية وترفض السرقة وترفض التدمير وترفض. نعم. أن تترك أبناء منطقتك وتأتي بأناس غرباء يقتلون ويسلبون، يعني لا يعرفون المعروف ولا ينكرون. نعم. المنكر. نعم. طيب سيد توفيق، اسمح لي أن نشرك معنا من محافظة إب الأخ عبد الله ناصر. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. صف لنا مشهد ولحظات تفجير منازل الأسر البسيطة في هذه المناطق النائية، وكيف تعامل السكان في هذه اللحظات عندما تم تفجيرها والهجوم من قبل الميليشيا الحوثي؟ يا أخي العزيز، بالنسبة لمسألة التفجير تمت بشكل إجرامي، يعني لا يتصوره عقل. بعد الهجوم الذي حدث من قبل الميليشيا المسلحة، تم اقتحام القرية
قرية الدهيمية، وتم بعد أن هرب السكان من جراء القصف الذي كان يستخدم فيه سلاح المضاد للطيران باتجاه المنازل، خليت المنازل هروبا من الموت بالرصاص. وتم الاقتحام للقرية، وأيضا بدأ الدخول إلى البحث عن المنازل وتفجيرها منزل تلو الآخر في تلك القرية، وبما فيها من أثاث، وتركت الأسر والأطفال والنساء في العراء بعيدة عن منازلها، لا تجد أين تسكن. كانت حالة من الرعب والخوف الشديد الذي انتاب النساء والأطفال جراء استخدام السلاح المضاد للطيران والرشاشات باتجاه المنازل والقرية بتلك الصورة الوحشية. نعم. التي استهدفت كل شيء يتحرك. نعم أستاذ عبد الله، الأسر التي تم تفجير منازلها، النساء الأطفال، أين ذهبوا بعد أن تم تفجير المنازل في القرية؟ إلى أين ذهبوا؟ طبعا يا أخي العزيز، ذهبوا إلى الجيران، بعض المنازل الذين لم تفجر منازلهم استضافوا تلك الأسر، لأنهم لم يعد لديهم أي مكان يلجؤون إليه أو يسكنون فيه، فتم استضافتهم في لدى بعض الجيران الذين يعانون أيضا من وضع إنساني صعب جراء الوضع الاقتصادي الحاصل بسبب هذا الانقلاب. نعم. الذي قام به الحوثيين. نعم. مع المخلوق صالح. نعم. هل من أعمال إغاثية أو منظمات ربما سلطت الضوء على هذه الأسرة التي تم تهجيرها وتفجير منازلها؟ وصلتهم أي معونات؟ لا، لم يصل أي شيء إلى المكان، رغم النداء المناشدات التي أطلقها السكان القرية، ولكن لم يأتي أي شيء من مساعدات أو إغاثة لهذه القرية أو لهذه الأسر المنكوبة. ونحن نجدد مرارا وتكرارا دعوتنا للمنظمات الحقوقية والإنسانية الإغاثية أن تبادر إلى تقديم الدعم لهذه الأسر التي أصبحت بين ليلة وضحاها بدون مأوى وبدون أثاث وبدون قوت وبدون أي شيء يقيها من حياة الشمس أو البرد أو يوفر لها القوت الضروري. لذلك نكرر المناشدة للمنظمات والجمعيات والمؤسسات أن تبادر إلى تقديم المساعدة والرعاية، إضافة إلى أن المساعدة النفسية للأطفال والنساء الذين عاشوا حالة من الرعب والخوف جراء تلك الجريمة البشعة. نعم. طيب أستاذ عبد الله، معاناة الضحايا إذن من خلال كلامك لا تزال مستمرة، ربما اليوم الخامس وهذه الأسر لا زالت في العراء أو مستضيفة عند بعض الأسر التي قبلتهم في منازلهم. السلطات الآن القائمة في محافظة إب، هل تم أي تحرك من قبلهم أو تقديم أي شيء لهذه الأسر التي فجرت الميليشيا منازلها؟ أي سلطة أخي العزيز تتحدث عن سلطة الانقلاب التي لم تحرك ساكنا ولم تشر؟ كان في وقت سابق قد تحدث عبد الواحد صلاح المعين من قبل الميليشيا بأنه قد اتفق مع الحوثيين مكتب عبد الملك الحوثي بإيقاف أعمال التفجير، هذا قبل الشهور السابقة التي حدث فيها تفجير في هذا المكان، ولكن للأسف أن تلك التصريحات كانت عبارة عن كلام وعن تصريح لم يجد له تنفيذ على الواقع، واتضح أن هذه السلطة لا تمتلك من قرارها شيء ولم تلتفت إلى تلك المناشدات، رغم أن المناشدات تمت قبل البدء بالتفجير، لكن لم يتم الاستجابة ولم يتم النظر إلى هذه المأساة. وهذا ما لاحظه ويلاحظه أبناء محافظة إب، أن السلطة الحالية لا تمتلك قرارها ولا تستطيع أن تمنع الأذى عن أي بيت أو أي أسرة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الله ناصر، كنت معنا من محافظة إب. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة التي عدها الزميل وديع عطا عن جرائم الميليشيا في قرية الدهيمية وحجم الدمار الذي تعرضت له هذه القرية وأيضا العديد من المنازل في محافظة إب، نتابعها ومتم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدي الكرام، عدنا معكم مجددا، وأعود هذه المرة إلى محافظة إب مع الناشطة في المجال الإنساني أماني حسان. مساء الخير أستاذ أماني. مساء الخير أستاذ أماني. مساء النور، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ أماني. في البداية، الأولويات الإغاثية الملحة التي يحتاجها من فجرت الميليشيا منازلهم في هذه المناطق. أيوه، الأولويات نعم، توفير منازل، نعم، توفير إغاثة عاجلة، يعني أغذية، ملابس، فرش. بالنسبة للأضرار، قد طالت الجميع، سواء النازحين من الذي فجروا منازلهم أو النازحين من المناطق اللي كانت متضررة في الحرب، سواء من محافظة إب أو محافظة تعز. نعم، هؤلاء النازحين من هذه القرى التي تم تفجير منازلهم، هل التقيتم بهم؟ التقينا بالنازحين عموما بشكل نعم. عام، سواء كانوا الذين يعني فجرت منازلهم أو الذين أصيبوا من آثار الحرب بطريقة نعم. أو بأخرى، لكن اضطروا يعني هجرة منازلهم أو الخروج منها إلى مناطق أخرى. التقينا بمعظمهم أو الكثير منهم. نعم، إلى أين انتقلوا؟ إلى المحافظة، إلى مركز المحافظة مثلا، أم إلى مناطق أخرى فيها؟ بعضهم في المراكز وبعضهم إلى مناطق أخرى، مديريات قريبة من المحافظة، مثل مديرية مثلا وراف، مثل مديرية، يعني ينتقل لهم مناطق كثيرة مش إلا قلب المحافظة. نعم. بس في مديريات كانت قريبة من محافظة مثلا إب أو محافظة تعز، انتقلوا إليها. نعم، مقدار الاستجابة الإنسانية أستاذة أماني لتوفير سلال غذائية أو مأوى لهذه الأسر؟ والله في البداية تعبنا كثير، وتعبوا كثير كل الناشطين، كل المجتمع بشكل عام، لأنه تقريبا لم تبدأ الإغاثة الإنسانية من المنظمات الدولية إلا بعد 6 أشهر من وقوع الحرب والكوارث والتفجيرات فكان بالبداية كله كان تماسك مجتمعي، يعني الناس المغتربين الأغنياء بذلوا الكثير والكثير بصدق، يعني لا ننكر فضلهم. وبعدين بدأ مجهود المنظمات الإنسانية بعد المسوحات الميدانية وبعد النزول ووفر، والحمد لله يعني في تماسك كبير وفي توفير لأغلب نعم. احتياجات النازحين، سواء كان أغذية أو مشروب، يعني ملبوسات أو فرش. نعم، كل واحد يعني بذل جهده، كل نعم. واحد، سواء يعني الناشطين أو المغتربين أو حتى الجانب نعم. نعم، جهد تشكروا عليه أستاذ أماني، لكن ربما النقطة الأهم، من هم الآن يعني فجرت الميليشيا منازلهم في قرية الدهيمية؟ هل تم تقديم من قبلكم أو التواصل معهم أو تقديم أي معونة، أي دعم لهذه الأسر التي أصبحت بلا مأوى؟ الدهيمية نعم. من تم تفجير منازلهم مؤخرا في حزم العدين في منطقة الدهيمية؟ في حزم العدين نعم، قلت نعم. حزم العدين. بالنسبة للجانب الإنساني والإغاثي، هو يقدم يعني مجرد ما توصل له إغاثة أو نداء إغاثة من أي طرف كان، يعني يسارع أو يبادر. لكن بصراحة بالنسبة لحزم العدين، أعتقد في منظمات نزلت إلى هناك، على حد علمي يعني بالنسبة للمنظمات التي أعرفها لا، ما فيش يعني شيء واضح إلى الآن، قد يكون ما وصل ليش إيش وصل، لكن إحنا قدمنا الإغاثة بالمناطق اللي وصلنا له أو اللي قدرنا نوصل له، مثل المناطق مديريات المشنة والظهار وريف إب تقريبا كامل، هذا شملت لهم الإغاثة. حزم العدين بتنزل لهم من الأوتشا، من يعني لأني منطقة فيها صراع، فهم مركزين عليهم، مجرد ما يعني نعم. توصل لهم نداءات أنهم تحتاج إغاثة أكيد بيغوثوا، لكن هل بالضبط كم وصل له؟ والله لا أعلم، يعني ما عنديش خبر أكيد. هل لديكم خطة أستاذ أماني، سؤال أخير، للتواصل مع هذه الأسر المنكوبة، تقديم أي دعم لهم؟ أيوة، مجرد ما يوصل لي مثلا نداء من أي طرف أو حتى إنسان عادي نعم. يصور لي بعض المناطق أو بعض البيوت الذي تحتاج نعم. مثلا فجرت أو اعتبري هذا يعني نداء أستاذ أماني، إن كان لديكم ما تقدمونه واعتبروا هذا نداء الآن عبر قناة بلقيس لهذه الأسر المنكوبة في هذه المناطق، ربما هم بحاجة لأمس المواد الغذائية، لمأوى، لأي تصرف من قبلكم علهم يخفف من وطأة الجريمة التي تعرضوا لها. طبعا أكيد بالنسبة لأي نداء يعتبر مباشرة أهتم به كأنه يعني يخصني ذاتيا، أتواصل مع المنظمات الداعمة والمانحة نعم. أتواصل مع رجال الخير،
بشكل شخصي ويبدأهم بالنزول يعني مباشرة، إذا لم نستطع نحن تبدأ المنظمات صراحة مباشرة تنزل سواء أكتد أو أوتشا أو أي منظمة دولية. فالصدق والله أني أول مرة أسمع أنه في تفجير بهذه المنطقة، يعني مباشرة بعد ما يكمل اللقاء أبدأ أتواصل مع الناس الذي هم ممكن يقدموا الدعم بشكل مباشر لهذه المنطقة بالذات. شكرا جزيلا لك الناشطة في المجال الإنساني أماني حسان، كنت معنا من محافظة إب. عودة للأستاذ توفيق الجبري، تأخرنا عليك قليلا أستاذ توفيق من الخرطوم. أستاذ توفيق، المستقبل الذي ينتظر هذه الأسر، هؤلاء الأطفال من تعرضوا لهذه الجرائم وعايشوها كواقع من للأسف يمنيين مثلهم. قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أعرج على ما ذكرت الأخت الناشطة الحقوقية، الجهود التي يقومون بها يشكر عليها الحقيقة، لكن كل المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية كلما أرادوا أن يساعدوا الأسر المنكوبة التي فجرت منازلهم لا يستطيعون إيصال هذه المساعدات إلا بخصم أكثر من 95% من هذه المساعدات لصالح هذه الميليشيات الإرهابية، ولا يستطيعون أيضا أن يتكلموا أن هذه الجماعات يعني قامت بنهب هذه الأشياء نظرا أنهم يقومون بتهديدهم بقوة السلاح يعني. فلذلك معذورين، كلما بذلوا من جهود وكلما حاولت المنظمات والجمعيات الخيرية إيصال هذه الأشياء إلى هذه الأسر تقوم هذه العصابة بأخذها وأخذ نصيبها الذي يمثل أكثر من 90 أو 95%، وبيعها من أجل أن لصالح المجهود الحربي. أيضا أخي الكريم، يعني ما يقومون به يعني أغلب المناطق التي فجرت الأهالي يتعاونون فيما بينهم، وهذه عادات أصيلة وقيم راسخة في المجتمع اليمني، وهو التعاون على البر، التعاون على الخير، التعاون على نصرة المظلومين. يعني ترى كثير من البيوت تستضيف الكثير من البيوت داخل منازلها، وهذه عادات حسنة في محافظة إب وفي عموم الجمهورية. أما بالنسبة لسؤالك فأنا أعتقد أن المستقبل لا بد أن على الحكومة الشرعية ممثلا برئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء أن يكون جل اهتمامهم هو إغاثة الملهوف، إغاثة هذه الأسر المنكوبة التي ضحت كل ما تملك من أجل هذا الوطن. لا، ليس لديها أي مصلحة إلا أنها وقفت مع النظام الجمهوري ووقفت مع الثورة ووقفت مع الشعب ووقفت ضد هذه العصابة الدخيلة على المجتمع اليمني. فأنا أناشد الحكومة الشرعية أن تضع من أولوياتها تعويض هذه الأسر التي فقدت كل ما تملك والتي جمعت كل الغربة التي جمعها الإنسان من أجل أن يبني له مسكن أو من أجل أن يسكن أولاده، أن تجعلها من اهتمامها ومن أولوياتها. وأيضا ندعو رجال الخير والمغتربين ورجال ومن يملك يعني من أصحاب المناطق من له زاد فضل فليعطي هؤلاء المنكوبين ويتعاون معهم ويقف معهم. نعم. حتى لا يشعروا أنهم بمفردهم أو أنهم وحدهم يعني، وإنما لابد من التعاون. نعم. أستاذ توفيق، نعم نعم أستاذ توفيق، ربما الملاحظ أبناء محافظة إب متواجدين في كل الجبهات، في مأرب، في ميدي، في تعز، ربما في معظم الجبهات القتال لمواجهة الانقلاب. هناك ربما تقصير كبير من قبل الحكومة الشرعية لمحافظة إب، أنت كيف تقرأ؟ هل هو تقصير أم ربما لا يوجد في يعني لدى الحكومة أي خطوط تواصل من أي إحداث أو دعم في هذه المحافظة التي أصبحت بالتأكيد تحت سيطرة الميليشيا؟ أكيد نعم صحيح. أنا من هنا أدعو وعبر قناتكم الكريمة أدعو الحكومة الشرعية إلى الاهتمام بمحافظة إب، ومحافظة إب هي أكثر المحافظات من ضحت بشبابها في مختلف الجبهات. ليس هناك بيت، ليس هناك في أي مديرية من مديريات المحافظة إلا وفيها مئات الشهداء. أنا ذكرت لك قبل قليل إلى قبل شهر كامل من مديريتي مديرية القفر أكثر من 189 شهيد في صرواح وفي مارب وفي تعز وفي ميدي وفي كل الجبهات.
فشبابهم في الجبهات يدافعون عن الوطن ويدافعون عن الجمهورية، ولا بد من الاهتمام بهذه المحافظة. وندعو كل الأحرار إلى رصد وتوثيق جرائم الحوثي في هذه المحافظة، وندعو أبناء المحافظة إلى التأهب للالتحام بمعركة التحرير التي اقتربت ساعتها بفضل الله تبارك وتعالى. ونؤكد للأخ المحافظ عبد الوهاب الوائلي ولقائد محور محافظة إب البحش العميد البحش أننا جميع أننا وكل الشرفاء من أبناء محافظة إب سنكون يعني يدا واحدة لنحر هذه الميليشيات، ولا بد على الدولة والتحالف أن يلتفتوا لهذه المحافظة التي قدمت خيرة شبابها والتي لا زالت تقدم وستقدم إن شاء الله إلى أن تترسخ دعائم الجمهورية اليمنية ولسان حالهم جميعا. أبناء شباب محافظة إب، بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. سنكون دعائم الجمهورية وسنكون أول من يضحي بروحه وبجسده وبأمواله وبكل ما نملك من أجل أن يقف النظام الجمهوري شامخا، ومن أجل طرد هذه الميليشيات المسلحة، هذه الميليشيات التي ما تركت في المناطق التي دخلتها إلا الدمار والقتل والتهجير. أنا أريد أن أضرب لك مثل أخي بشير. الاستعمار الأجنبي حينما يدخل دولة من الدول لابد أن يترك بعض الحسنات، مثل المدارس، مثل الجامعات، مثل شبكة المياه، مثل الطرقات وغيرها، لكن هؤلاء لا يتركون شيئا جميلا إلا ودمروه. العثمانيون حينما دخلوا وحكموا اليمن أنشأوا في صنعاء أول كلية للبنات في الطب والهندسة، وقام الإمام يحيى بتحويلها إلى إسطبل للحيوانات. أنشأوا إلينا السكة الحديدية الرابطة من الحديدة إلى صنعاء ومن الحديدة إلى مكة، وقام الإمام يحيى والإمام أحمد بتدمير ومسح آثارها تماما. لا يريدون أن يتعلموا الناس، لا يريدون إلا أن تتعلم الأسرة السلالية الذين هم يحكمون، أما غيرهم فلا يريدون أن يتعلموا. وإنما يظنون أن هؤلاء الناس كلهم ما خلقوا إلا عبيد من أجل أن يكونوا عبيد لهذه السلالة. أستاذ توفيق، سؤال أخير في أقل من دقيقة إذا تكرمت، برأيك إلى متى ستستمر الميليشيا في هذه الجرائم في محافظة إب بشكل خاص واليمن بشكل عام؟ لن تستمر أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، وبجهود الحكومة الشرعية والتحالف وأبناء الجيش الوطني، أبناء القوات المسلحة والمقاومة، لن تستمر أكثر بإذن الله. هي اليوم تضرب إن شاء الله في كل مكان ويشتت جميع قواها، وهم الآن على وشك الانتهاء بفضل الله تبارك وتعالى. فما البداية التي بدأت إنما هي بداية شرفة ستنتهي لا محالة. وبجهود أبناء اليمن أدعو من هذه القناة كل شباب اليمن أن يلتحقوا بالجبهات، أن يلتحقوا في صفوف المقاومة والجيش الوطني من أجل تحرير الوطن من هذه العصابة ومن هذه الآفة الخبيثة التي استوطنت اليمن. لابد من محاكمتهم ولابد من إنزال أشد العقوبات في هذه الجماعة الإرهابية. وأدعو الحكومة أنه لابد أن يصنفوا أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، وأدعو جميع حملة القانون أن يشرعوا وأن يجننوا لنا قوانين تجرم الهاشمية السياسية التي يعني جاءت إلينا بالدمار وقتلتنا وشردتنا وهتكت كل ما هو جميل في أرض اليمن. أشكرك. سينقى اليمن ورحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى وتحيا الجمهورية اليمنية. تحيا الجمهورية اليمنية. شكرا جزيلا لك الباحث والأكاديمي الأستاذ توفيق الجبري، والدكتور إن شاء الله على وشك أخذك الدكتوراه. شكرا جزيلا لك، شرفتنا في هذه الحلقة. الدكتور توفيق الجبري الباحث والأكاديمي كنت معنا عبر السكايب من الخرطوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. لم يبقى إلا أن أشكر ضيوفي الذين شاركوني في هذه الحلقة. كان معنا من الخرطوم الدكتور توفيق الجبري عبر الهاتف من إب الناشط الصحفي عبد الله ناصر، وكذلك كان معنا من محافظة مأرب نائب رئيس المركز الإعلامي لمقاومة إب رشاد الحميري، وأيضا من محافظة إب الناشطة في المجال الإغاثي أماني حسان.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، ومخرج هذه الحلقة الزميل عيسى إسماعيل. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.